استقبل وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقر وزارة الدفاع البنتاغون، وتركزت المباحثات على التنسيق الأمريكي السعودي لمواجهة الممارسات الإيرانية في المنطقة، وخاصة مد إيران للحوثيين بقدرات صاروخية تمكنهم من استهداف المملكة وكيفية إيقاف ذلك. السعودية في الخط الأمامي لمواجهة إيران التي تدعم الجماعات الإرهابية، وتلعب المملكة دورا قياديا في مواجهة الممارسات الإيرانية في لبنان وسوريا والبحرين واليمن والعراق، وهذا كان موضوعا أساسيا في كل اللقاءات التي عقدها ولي العهد مع المسؤولين الأمريكيين. المسؤولون الأمريكيون يشعرون بإعجاب بالدور القيادي الذي يلعبه ولي العهد، فهو قائد ديناميكي قوي وعنده عزيمة قوية لمواجهة إيران. وكان وزير الدفاع ماتيس بتعليمات من الرئيس ترامب قد لعب دورا بارزا في إحباط محاولة بعض أعضاء مجلس الشيوخ لوقف تمويل العمليات العسكرية اللوجستية الأمريكية التي تدعم المجهود العسكري السعودي في اليمن. ويعد هذا الحدث أحد ثمرات زيارة سمو ولي العهد لواشنطن وانتصارا للدبلوماسية السعودية. كما تركزت مباحثات وزير الدفاع ماتيس مع سمو ولي العهد على رؤية 2030 التي تهدف المملكة من خلالها إلى رفع إنتاجها من احتياجاتها العسكرية من 2% إلى 50%. الشركات الأمريكية يمكن أن تلعب دورا في تدريب الكوادر الفنية السعودية والشركات السعودية على إنتاج أسلحة متقدمة والعمل سويا على كيفية تسويق هذه المنتجات العسكرية لدول أخرى في الخليج، وهدف 50% هدف طموح جدا، وأعتقد أن المملكة ستتمكن من رفع نسبة ما تنتجه من احتياجاتها العسكرية بمقدار 20% مثلا، وهو ما يعادل زيادة تقدر ب 500 ضعف في الوضع الحالي. يقول الخبراء الأمريكيون إن نجاح رؤية سمو ولي العهد 2030 حتى بمقدار 20% سوف يغير الأوضاع في المملكة بشكل كامل، بل في المنطقة ككل. عزيز فهمي لبرنامج يا هلا، واشنطن.